يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا طائفة من المشائخ الذين ينتسبون إلى مذهب أهل السنة، وهم مع ذلك يقولون الإيمان يزيد وينقص، ثم يقولون إن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان، فإن لم يعمل الإنسان خيرا قط فهو تحت المشيئة طالما أنه يقول لا إله إلا الله. هذا ضلال، هذا ضلال والعياذ بالله. إذا ترك العمل متعمدا، إذا ترك العمل متعمدا لم تنفعه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها مقتضى، لها معنى ولها مقتضى. لذلك لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم تأتي لم يفتح لك، وإلا لم يفتح لك. ويريد بالأسنان الأعمال، فلا إله إلا الله لابد من العمل بمقتضاها، وهو العمل بما شرع الله وفرضه على عباده، وإلا ماذا تفيد لا إله إلا الله؟ مجرد قول. نعم.